السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا جدعان؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. هل محمد صلاح مش هيشارك مع ليفربول في شهر واحد؟ فعلا يا جدعان ده خبر سعيد وخبر اكيد للغاية. محمد صلاح لم يشارك مع ليفربول في شهر واحد نهائيا، يعني محمد صلاح بعد ما حاليا اتصدر هداف الدوري بتعادل مع هالاند وللاسف هيقعد شهر مش هيشارك. هل دي الاسباب اصاباه ولا ايه الاسباب اللي تخليه ما يشاركش في هذه المباراه؟ الاسباب كالاتي، يعني محمد صلاح خلاص هيلعب كاس افريقيا هيلعبه، بس اذا قرر لا قدر الله منتخب مصر طلع، فمحمد صلاح يعتبر هيشارك من يوم 20 في الشهر مع ليفربول. بس ان شاء الله يكمل معنا محمد صلاح ويقدم المزيد باذن الله. بس دي كانت حلقتنا النهارده، اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.